هل يبقى مصريا من تزوج إسرائيلية؟ مرة أخرى السؤال نفسه، لا بل القضية نفسها في ساحات المحاكم. قضت محكمة القضاء الإداري العام الماضي بإلزام وزير الداخلية بعرض أمر المصريين المتزوجين من إسرائيليات على مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات إسقاط الجنسية المصرية عنهم. طعنت وزارة الداخلية في الحكم، لكن القول الفصل كان اليوم من المحكمة الإدارية العليا. وبقول الدعوة شكلا وبوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن عرض أمر المصريين المتزوجين من إسرائيليات على مجلس الوزراء للنظر في إسقاط جنسيتهم من عدم لكل حالة على حدة. ملزم بعرض الطلب، ملزم بعرض الطلب للسيد وزير الداخلية. أولا تعمل قاعدة بيانات، وبعد ما تحصل على قاعدة البيانات تعرض هذا الطلبات فورا بكل حالة على حدة على مجلس الوزراء، وفي حال تقاقص وزير الداخلية عن تنفيذ هذا الحكم بصفة الرئيس الأعلى لمصلحة الهجرة والجنسية سوف يعرض نفسه للحبس والعزل. لكن الحكم لم يفتح الباب تماما أمام إسقاط الجنسية المصرية، فقد ميز بين المتزوجين بإسرائيليات يهوديات وأولئك المتزوجين من عربيات يحملن الجنسية الإسرائيلية بحكم كونهن من عرب 48. رفعت الجلسة. يقول مقيم الدعوة إن عدد المصريين المتزوجين بإسرائيليات يقدر بالألاف، وإن ولائهم الوطني ربما أصبح مشكوكا فيه، فأولادهم سيكونون مزدوجي الجنسية، مما يعني تهديدا خطيرا للأمن القومي المصري. والله أنا شايف إن حتة الزواج أو كده دي حرية شخصية للإنسان، يعني ما شايف ان اسقاط الجنسيه ده مش كل الناس دي هتبقى رؤساء او هتبقى اعضاء في مجلس الشعب او كده. صحيح ان القضيه تبدو قانونيه، لكن الفئه السياسيه للموضوع اوضح من ان تخطئها عين. العلاقات المصريه الاسرائيليه بعد اكثر من 30 عاما من معاهده كامب ديفيد تتجسد في اشكال عديده، لقاءات سياسيه بين الحين والاخر، وتجارة بينية ومشاريع، وسياح إسرائيليون بالآلاف، واليوم أزواج وأبناء وعائلات. لكن معارضي التطبيع يقولون إن هذا لا يغير شيئا من حقيقة أن السلام بين إسرائيل ومصر بارد، لا بل بارد للغاية.